بسم الله الرحمن الرحيم. أنوار العالمي، رئيس مختبر الكيمياء العضوية بكلية العلوم دار المهراز، ورئيس مؤتمر الدورة 9 للندوة الدولية عبر المتوسط حول الكيمياء الحلقية غير المتجانسة. في البداية أود باسم اللجنة المنظمة لهذا الملتقى أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تفضله بإضفاء رعايته السامية على هذا الملتقى الذي يؤطره البروفيسور إيشيني كيشي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2010، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين البارزين 4 مغاربة و25 أجنبيا، وبمشاركة أكثر من 250 عالما وأكاديميا وباحثا وجامعيا يمثلون 30 بلدا عربيا وأسيويا وإفريقيا وأوروبيا وأمريكيا. وينظم هذا المنتدى من قبل جامعة سيدي محمد بن عبد الله بشراكة مع اللجنة العلمية للندوة الدولية عبر المتوسط حول الكيمياء غير المتجانسة، وبرعاية الاتحاد الدولي للكيمياء البحثية والتطبيقية. وتنعقد الدورة الحالية بمشاركة ل 45 جامعة ومؤسسات بحث دولية، وكذا ل 8 جامعات مغربية، بالإضافة وهذا لمناقشة أحدث التطبيقات الكيميائية بمجالات الحياة اليومية، وتقديم أحدث الاستخدامات الكيميائية في مجالات الصناعة والطب والأدوية والزراعة والتغذية. وتتواصل فعالية المنتدى على مدى 4 أيام، ويسعون الباحثون من خلال عرض دراساتهم ومحاضراتهم التطبيقية للخروج بأجوبة عملية لبعض المشاكل المرتبطة مباشرة بالمجتمع والحياة العامة. كما يهدف المنتدى لتشجيع تبادل الأفكار الجديدة وتجارب التطبيق، وتحسيس عالم الصناعة بالتطبيقات الكيميائية، وإبراز مساهمة الكيمياء في تأهيل الموارد البشرية من أجل تنمية مستدامة. ومن بين أهم النقاط المسجلة في هذا الملتقى المشاركة جد قوية للطلبة الأفارقة، مما يدعونا إلى التوجه أكثر لإبرام تعاون مع شركائنا الأفارقة في تطبيق للتوجيهات الملكية السامية. وفي الأخير سيتم رفع تقارير عن نتائج الأبحاث المقدمة للاتحاد الدولي للكيمياء البحثية والتطبيقية من أجل اعتمادها كما هو معمول به من قبل اللجنة العلمية للندوة الدولية عبر المتوسط حول الكيمياء غير المتجانسة. وشكراً.